تصرخوا مسيرا يا اخ الغطريش من الله. نعم يحكيك بحكمة وصدق وطيبة. لا نعم يا ربي فرج عننا وعن جميع كل شيء. وانا وش دخلني انا شافي كل مريض فك الاثير يا رب. صحيح كلامك ابو احمد. ابو احمد لك رحمة. لكن ما بعد الظلام وبعده نوما. اسمع تاكل وما بعد ظلامي ونومي وجلستي صباحا تبارك يقول جلالي والله وتبارك من ألقيته نظري بعيني وتبارك أمامي. صباح الخير. صباح الخير يا جاري محمد. ادعي 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 وليلة جمعة ويرحم كل من مات بهذه الأم. دعاء دعاء أفعيدك ودعي يا أحمد إيدك فوق قادرت يا مريض. أفعيدك يا أحمد ودعي لا تمسخر بلا أشطبك. أفعيدك ودعي يا أحمد. أولا يا أحمد ترى إذا أحسنت من محل بأحمد براعني بحثك يوال بأحمد مو زوجة 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 أكل هلاك حن براويش. أبو أحمد إن الغش إن الغش عدال أبو أحمد ويشرب فيها مثل ما يشرب الخمرة. أبو أحمد يحب الاسكوشن ولندن. أبو أحمد على الاسكوشن أبو أحمد يحب الفودكا والبلدي والبيع. أبو أحمد صدقك لا صدقك أبدا لا ارفعك حاجة تخطر عليه انت المؤمنين اول حكت الارارة بضع قلبه ايه ما مخرج مصخرة انا زينا شو تسعنا وتسعنا حكت الدنيا بتحكمك ابو احمد فرورة قلت انا تعجل انا ابو احمد قدتي عجلي كمان ابو احمد قدتي على الخوف انت تقول صغار يا ابو احمد كله قاعدين نفكر ولا كان المشروع السياسي بقى قاعد افكر هنا اوريك انا خوف ما صار يا احمد انت صغار يا ابو احمد لا 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 استعوض على كذا يمين على الناس اخذنا بير على ابو احمد شفنا ريطه ارسل كارب احمد انا وش دخلني انا